الله يا بارئ البريات وغافر الخطيات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات، يا من أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وقهر كل مخلوق عزة وحكما، اغفر لي ذنوبي واستر عيوبي وتجاوز عن سيئاتي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم افتح لي أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة، يا أرحم الراحمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لما هديت ولا ميسر لما عسرت ولا معسر لما يسرت. اللهم إنا نسألك بصمادانيتك بوحدانيتك بفردانيتك وبعزتك الباهرة وبرحمتك الواسعة أن تجعل لنا نورا في مسامعنا ونورا في قلوبنا واجعلنا نورا. اللهم آتنا نعمة ظاهرة وباطنة ونعمة باطنة، حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله القوي لمن بغى علينا، حسبنا الله الشديد لمن كادنا بالسوء، حسبنا الله الرحيم عند الحساب، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله حياء من الله، أستغفر الله رجوعا إلى الله، أستغفر الله فرارا من غضب الله إلى رضا الله، أستغفر الله فرارا من سخط الله إلى عفو الله، أستغفر الله تندما واسترجاعا، أستغفر الله تلافي قبل تلافي، أستغفر الله من الإفراط والتفريط، أستغفر الله من التخبيط والتخليط، أستغفر الله من مفارقة الذنوب، أستغفر الله من تدنس بالعيوب، أستغفر الله من عدم الحضور في الصلاة، أستغفر الله من جميع التقصير فيها وفي الزكاة، أستغفر الله من قنوط من رحمة الله، أستغفر الله من الأمن من مكر الله، أستغفر الله من عدم القيام بحق الله وخلق الله، أستغفر الله من عدم التشمير لطاعة الله. حي يا قيوم بكرامتك أستغيث، يا حي يا قيوم بنعمتك أستغيث، يا حي يا قيوم بقدرتك أستغيث، يا حي يا قيوم بفضلك أستغيث، يا حي يا قيوم بنصرتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم بعزتك أستغيث، يا حي يا قيوم بعظمتك أستغيث، يا حي يا قيوم بكرامتك أستغيث، يا حي يا قيوم بنعمتك أستغيث. لا إله إلا الله العظيم الحليم،
لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا وليا فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحيي بها روحي وتوفر بها فتوحي وترفع بها حجبي وتنور بها قلبي وتؤكد بها حبي وتحقق بها قربي وتزكي بها لبي وتفرج بها كربي وتكشف بها غمي وتغفر بها ذنبي وتستر بها عيبي وتؤهلني لرؤيته ومشاهدته وتسعدني بمكالمته ومشافهته. وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خليل الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله، الصلاة والسلام عليك يا من زينه الله، الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله، الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله، الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله، الصلاة والسلام عليك يا من علمه الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين.